الأخ يسأل محبة الكافر. النوع الأول المحبة الطبيعية. النوع الأول المحبة الطبيعية كحب الرجل لابنه الكافر أو الابن لأبيه الكافر، محبة طبيعية تقتضيها الطبيعة، هذا جائز لقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فقد أثبت له المحبة الطبيعية. ولأن الرجل تزوج الكتابية ويحبها وهذه محبة طبيعية. النوع الثاني أن يحبه محبة إعجاب، كمحبة اللاعبين الكفرة إعجابا بلعبهم، فهذه المحبة محرمة، فهذه المحبة محرمة وليست محبة طبيعية. ومن جعل هذه المحبة من النوع الطبيعي فقد غلط، يعني ما أحب محبة طبيعية، إنما يحبه لفجوره وخبثه ولعبه. النوع الثالث أن يحبه لدينه، فهذا كافر باتفاق العلماء. يحبه لدينه، هذا كافر باتفاق العلماء.